بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس ما يحب دينه ووطنه عليها يعمل لبناء المستقبل. مصر تحتفل بيوم الشهيد إجلالا لأرواح من دفعوا حياتهم فداء للوطن. احذروا الشائعات، البترول تؤكد لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية. وإليكم تفاصيل النشرة. القتل والتخريب ليس من الأديان، ونعيش معركة من أجل البقاء. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح 19 مشروعا نفذتها القوات المسلحة، قائلا إن الأمن القومي مصطلح شامل ولا يقتصر فقط على مدى الاستعداد العسكري للدولة، ولكنه يشمل المساهمة في حركة التنمية والاستثمار التي تقودها الدولة، موضحا أن هذا يتطلب أن تكون معدلة التنمية ضخمة ومؤثرة، خاصة أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة. وأنا اليوم أقول لكل مواطن مصري، التنمية الشاملة لن تقوم على يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، ولكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعمل كل أبناء الشعب المصري في صف واحد، وكل واحد يحب مصر ويحب الله ويحب دينه، عليه أن يقف بجوار الدولة في بناء مستقبلها. كان الرئيس سيسي القائد العام للقوات المسلحة قد افتتح 19 مشروعا نفذتها القوات المسلحة في مجالات الطرق والكبار والخدمات العامة والإنشاءات من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الافتتاح من خلال شبكة الفيديو كونفرنس من قاعة مناسبة مسجد المشير طنطاوي بالقرية الأولمبية للدفاع الجوي، وتبلغ تكلفة إجمالي المشروعات 3.5 مليار جنيه. احنا في معركة كبيرة جدا من أجل البقاء، ده مش ممكن حد يقدر يعمله او مؤسسة لوحدها تقدر تعمله بمفردها، لازم كلنا المصريين، كل مؤسسات الدولة، كل فرد في الدولة المصرية بيحب مصر وبيحب بلده وبيحب الحياة وبيحب ربنا، لحسن الناس تكون فاهمة حاجة تانية غير كده، يعني بيحب دينه. يعني خلي بالكم، القتل والتخريب والتدمير ده مش من شيم الأديان أبدا، وأنا بتكلم في الموضوع ده كتير وهتكلم فيه كتير، لأن انتوا لازم تكونوا واخدين بالكم كلكم إن مش ممكن أبدا ربنا يقبل إن في بشر يتكلموا باسمه وبيقولوا إن هم بيرفعوا رايته يقوموا بحجم التخريب والتدمير والقتل اللي احنا بنشوفه، مش بس في مصر، في كل حتة. الفريق عبد المنعم رياض، واحد من رجال قواتنا المسلحة البواسل، تحول يوم استشهاده في 9 مارس 1969 عيدا أو يوما للشهيد يحتفل به المصريون كل عام تقديرا وإجلالا لأرواح من دفعوا حياتهم ثمنا حتى تحيا مصر حرة مستقلة. كان عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يشرف بنفسه على عمليات تدمير خط برلين ضمن معارك حرب الاستنزاف. وبعد ساعة ونصف الساعة من المعارك أصابته إحدى طلقات المدفعية الصهيونية ليلقى ربه وسط جنوده. وبعد أن قام الجيش بالثأر له وأباد رجال الصاعقة، 74 من الجنود وضباط الصهاينة بالموقعين الذين نفذا الهجوم على الفريق رياض، وقرر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الاحتفال ب 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد. مصر قبلت 80% من توصيات جنيف لحقوق الإنسان، هذا ما أكده المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مضيفا أن 20% من التوصيات جرى رفض بعضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية، والبعض الآخر منها ما زال محل بحث ودراسة، موضحا أن من التوصيات التي قبلتها مصر حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل وتجريم العنف ضد المرأة وتخفيض عقوبة التحرش بجانب حقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأي والإعلام. وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدي قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أواخر العام الماضي. لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية، هذا ما أكدته وزارة البترول والثروة والمعدنية، مضيفة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل وراء الشائعات التي من شأنها زعزعة استقرار سوق المنتجات البترولية، موضحة أن هناك كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، ما يعني انتظام الإمدادات من الإنتاج المحلي وبرامج الاستيراد. داعش ينزف مسجد السيدة نفيسة في الموصل،
هذا ما كده الشيخ إبراهيم النعمة إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، مضيفا أن المسجد يعود للقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادي، وهو أحد المزارات الرمزية وسط مدينة الموصل شمال بغداد، موضحا أن تنظيم داعش الإرهابي أقدم على إخلاء المسجد من محتوياته قبل تفجيره. والآن مع معلومة تكنولوجية جديدة يقدمها الدكتور محمد الجندي، تفضل يا دكتور. شكرا ديان. في مؤتمر لأمن المعلومات في واشنطن، مدير أمن المعلومات في شركة ياهو اعترض على كلام مايكل روجرز مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA. سعيد روجرز كان بيقول إن شركات التكنولوجيا لازم تتعاون أكتر مع الاستخبارات علشان تجمع معلومات أكتر عن المستخدمين. السيد روجرز واضح إنه مش مكفيين اللي بيعملوه. اعترض مدير أمن المعلومات في ياهو ساعتها وقال لسيد روجرز: أنتوا بتحطونا في مشكلة كبيرة مع المستخدمين وسمعتنا على المحك. طبعا يقصد الفضائح اللي طلعها إدوارد سنودن عن تعاون الشركات دي مع الاستخبارات الأمريكية. السيد روجرز قال له: ما تقلقش، احنا هنشوف حل قانوني للموضوع ده. نشوفكم في معلومة تكنولوجية جديدة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.